أول إكزامبل في الدرس هو إكزامبل 7-8 صفحة 373. مثال بيحكي لنا draw the shear and moment diagrams for the cantilever beam. إذا في عندي الكانتيليفر بيم هون النقطة A في الهواء مثبت عند النقطة B، في هون عندي لود وفي هون في constant force 2 متر، 2 متر الطول كامل هو 4 متر. طبعا أول شغلة بنعملها مباشرة هي إني أرسم البيم مرة ثانية. هون طبعا في عندنا راح يكون بي اكس بي واي، طبعا هون راح يكون في عندنا مومنت نفرضها بهذا الشكل ام بي 1.5 اللي هي الارتفاع، العرض هو 2، 1.5 ضرب 2 راح يكون 3، ومكان التأثير هو 1 متر عن بي، يعني هون 2 هون راح يكون التأثير بهذا الشكل 3 كيلو نيوتن، المسافة اللي هون هي 1 متر. تمام، هون طبعا 0 هون نعتبرها 4، في عندنا فورس هون بتأثر اللي هي 2 كيلو نيوتن. الآن هاي عملنا الفري بادي دايجرام، الآن مباشرة نطبق، واضح من سيجما اف اكس بتساوي 0، اذا بي اكس تساوي 0، اذا هاي راحت. الان سيجما اف واي تساوي 0، راح نحصل على 2 لتحت، في عندنا 3 لتحت، وفي عندنا بي واي لفوق، اذا بي واي راح تساوي 0، بي واي راح تساوي 5 كيلو نيوتن. تمام، هيك اوجدنا بي واي، اوجدنا بي اكس، باقي عندي الام. فبنحكي سميشن ام عند النقطة بي بيساوي 0. طبعا البي واي مش هتعمل مومنت عند بي، فراح يصفي عندي ام بي اللي هي عكس عقارب الساعة بوزيتيف، عندي الثلاثة والاثنين بتعمل مومنت أيضا عكس عقارب الساعة راح يكون بوزيتيف 3 في 1، وعندي هون 2 في 4، هون كله 0. إذا فعليا ام بي راح تكون نيجاتيف عكس اللي احنا فارضينها، راح تكون بالعكس 3 زائد 8 11 سالب 11 كيلو نيوتن دوت متر. تمام، اذا هاي الخطوه الاولى احنا لازم نعملها دائما، اني اطلع اساسيات السؤال. اوكي، الان باجي بحكي الطريقه اللي تعلمناها هي كالتالي. برسم الجسم البيم اللي عندي، من عند ال A اللي هي 0 لل 2 W of X بتساوي 0، ما في هون W of X زي ما احنا شايفين بتساوي constant، قيمته ثابتة، وهي القيمة الثابتة قيمتها هي 1.5، بتساوي 1.5، إذا هون constant قيمته بتساوي 1.5. زي ما شفنا هون اللي هاي دائما نستحضرها ال W، أنا بدي أطلع ال V، فال V هي عبارة عن الأريا، فواضح في المنطقة الأولى لأنه ال W is 0 راح تكون الأريا بتساوي 0، إذا ما دام ال W 0 إذا ال V سلوب اللي هو نفسه ال W راح يساوي 0. اتذكروا إنه رسمة ال V السلوب تاعها بيمثل ال W، لما ارسم ال V السلوب تاعها بيمثل ال W، لانه شفنا هون
انه ال W هو سلوب ال V دايجرام، فما دام ال W بتساوي صفر اذا السلوب بيساوي صفر، اذا انا في عندي خط مستقيم، اذا انا في عندي constant V، اذا هذا الحكي معناه انه V تساوي constant. طب بدنا نعرف هذا الكونستنت كم بيساوي، فمباشرة شو بنعمل؟ نرسم النقطة A هون وباخذ سكشن في هذا المكان اللي هو بين الصفر وبين الاثنين في هاي المنطقة. على سبيل المثال راح يكون ال V عندي بهذا الشكل، وراح يكون في عندي مومنت بهذا الشكل. طبعا في هون 2 كيلو نيوتن، هذا اللي هو البندنج مومنت ام، هذا هو البي. طبعا واضح راح نحكي السميشن اف واي تساوي زيرو، الاثنين للاسفل والفي لاسفل، اذا البي تساوي سالب 2 طبعا كيلو نيوتن. اذا هيك اوجدنا البي، فالفي از كونستانت وقيمتها بتساوي سالب 2. هذا في المنطقة الأولى. في المنطقة الثانية هون ال W قيمتها 1.5، قيمة ال W هي 1.5، فال W هي عبارة عن negative constant، ولهذا ال V slope رح يكون negative constant اللي هو ناقص 1.5. طبعا ليش negative constant؟ لأنه اتجاه الفورس W كان للأسفل، فعشان هيك بعتبره نيجاتيف، نيجاتيف كونستنت اللي هي سالب 1.5. فإذا رسمة ال V راح تكون كونستنت في أول مرحلة اللي هي من 0 ل 2، ورسمة ال V راح تكون خط مستقيم لأنه السلوب إز كونستنت، لكن خط نازل نزول وقيمته، قيمة السلوب هي سالب 1.5. وبالتالي لما أجي أمثل الآن ال V راح نمثله بهذا الشكل. أول فترة قيمة ال V بتساوي صفر، سالب 2، السلوب تاعها صفر، إذن هون سالب 2، لأن الفترة الثانية صار في عندي بيبدأ من عند السالب 2. من هون لاحظوا إنه ما في فورس حتى يصير في عندي جمب، ما في، إذن الوضع بيكون continuous. الآن السلوب أصبح ناقص 1.5، يعني في كل واحد بده يقل 1.5، تمام؟ أو بنقدر نحسبها بشكل آخر، نقدر نحسبها إنه ال V هو عبارة عن ال area لرسمة ال W، لأنه إحنا اتفقنا هون إذا كانت ال W معطاة، فأنا بقدر أعرف من خلال حساب ال area لهاي ال W أقدر أطلع منها قيمة الدلتا V كم بتساوي. فواضح هون انه انا في عندي هيك كان الشكل، هيها فالاريا هون راح تساوي 1.5 للارتفاع ضرب 2، طبعا ناقص 1.5، راح يطلع الجواب سالب 3. اذا انا بستنتج هون انه الدلتا في راح تساوي ناقص 1.5 ضرب 2، هي راح تطلع سالب 3 اللي هي نفس الاريا اللي هي من 2 ل 4. طيب انا عندي ناقص 2 القيمه، بدها الفرق راح يصير سالب 3، اذا راح يتغير بنقصان مقداره سالب 3، اذا بتوقع توصل لعند بهذا الشكل. لاحظوا ان السلوب از كونستانت، وقاعد السلوب ايش؟ لانه نيجاتيف الخط بيكون نازل نزول مع الحركه نحو اليمين، ولانه بده ينقص بسالب 3 من سالب 2 راح نوصل عند السالب 5، اذا هون حتكون هي سالب 5، تمام. هاي هي رسمه الفي، تكون بهذا الشكل.
نشوف الآن رسمة الام المومنت كيف راح تطلع. بنحكي الآن نيجي على رسمة الفي، كيف احنا هون من رسمة الدبليو شفنا انه الدبليو هون كان نيجاتيف لتحت لانه فعرفنا اري راح تكون نيجاتيف وهكذا، وشفنا انه هون راح يكون في عنا الفي از لينير راح يكون خطي. نفس الطريقة راح نعتبر انه رسمة الفي راح تعطيني معلومات عن رسمة الام، لانه احنا متفقين هون اذا انا باخذ الاريا من رسمة الفي راح نحصل على الدلتا ام كم بتساوي، ففي رابط بينهم، رابط واضح. فبنحكي الان في الفترة الاولى اللي هي من 0 ل 2 قيمة الفي زي ما احنا شايفين is constant، v is constant، لكن هذا constant is negative. إذا نحكي من 0 ل 2 v هي عبارة عن negative constant. هذا النيجاتيف كونستانت هو نفسه مين؟ هو نفسه الام سلوب. لاحظوا ام سلوب بعطيني في، فسلوب الام هو نفسه الفي، فلانه الفي از نيجاتيف كونستانت اذا سلوب الام اللي هي نفسها ايش؟ هي نفسها الفي، هي نيجاتيف كونستانت. فانا عندي نيجاتيف يعني الميل بيكون نيجاتيف، ايش معناها؟ انه قاعد بنزل نزول. وبالتالي رسمة الام لما ارسم المحاور راح تكون كالتالي، طبعا لعند الاربعة هون الاكس هون الام. لاحظوا انه في بداية البيم في طرفه هون ما كان في مومنت، فالمومنت بتبدأ من الصفر، اذا قيمة ام في البداية بتساوي صفر. وزي ما شفنا لانه الفي خط مستقيم الام راح تكون عبارة عن اقتران خطي، والخط هذا السلوب بتاعه هو سالب 2. طبعا واضح سالب 2 في 2 هي سالب 4. نعيدها، في الفترة من x بتساوي 0 ل 2 الام او خلينا نحكي الدلتا ام هي الاريا اوف في دياجرام. فلو اخذت من 0 ل 2 اخذت الاريا، واضح انه 2 ضرب ايش؟ ضرب سالب 2 راح تكون سالب 4. الان كانت الام بدايتها عند الصفر، فالفرق هو سالب 4، اذا راح توصل عند القيمه 2 هون لعند السالب 4، اذا الرقم اللي هون هو سالب 4 بهذا الشكل اقتران خطي. تمام، نيجي الان للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اللي هي من اكس بتساوي 2 الى 4، هنشوف شو الوضع اللي عندنا. الوضع اللي عندنا فعليا انه قيمه الفي في هي نيجاتيف، هي هون سالب 2 هون اكثر 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 لحد ما وصلت سالب 5. فالفي في المرحله الثانيه اكتبها هون من اكس بتساوي 2 الى 4 الفي هي نيجاتيف، وهي القيمه ايش مالها؟ هي القيمه قاعده بتزيد، يعني سالب 3 سالب 4 كمقدار بتزيد بس بالنيجاتيف. اذا النيجاتيف وايش مالها؟ increasing. معناها انه السلوب تاع الام بيزيد، بيزيد يعني بطل خط مستقيم. اذا انا ما عندي خط مستقيم، هو نيجاتيف اذا بده يكون نازل نزول، ومقداره بيزيد يعني بيزداد انحناء، يعني مثلا بيكون هيك وبعدين بصير هيك وبعدين بصير هيك. وبالتالي واضح ان العلاقة راح تكون بهذا الشكل، وهيك جاي بعدين بدأ ايش ينحني بالزيادة. يا ترى كم راح يكون الرقم اللي هون؟ هون شفنا انه سالب 4، لان الرقم اللي هون حتى نعرفه بدي اشوف كم الدلتا ام في هاي الفترة. فبنحكي ان الدلتا ام راح تساوي الاريا. طيب ايش الاريا اللي هون؟ الاريا اللي هون انا يا بعتبر هذا الشكل شبه منحرف وبحسب الاريا من 2 ل 4، او اني بجزئ لمستطيل ومثلث. فالاريا راح تكون اللي هي الدلتا ام اللي هي 2 ل 4 اللي هي 2 في سالب 2 زائد مثلث نص قاعدته في الارتفاع. القاعده اللي هي 2 اذا نص ضرب 2 ارتفاعه من عند السالب 2 للسالب 5 اللي هي سالب 3.
فبيطلع الجواب سالب 4 ناقص 3 يعني سالب 7. إذا الدلتا إم من هون لهون راح تكون سالب 7، سالب 4 انزل بسالب 7 راح يصير هون سالب 11. إذا هذا اقتران تربيعي، هذا بارابوليك باث مش خط مستقيم، راح يكون بهذا الشكل، آخره راح يكون سالب 11. هون خط مستقيم بعدين هون صار في انحناء زي الاقتران التربيعي. تمام، إذا هذا هو حل سؤالنا. الاكزامبل الثاني اكزامبل 7-9 بيحكي لنا draw the shear and moment diagrams for the overhang beam كما في الشكل. معطيني هذا الاوفرهانج بيم، في هون ال A and the hinge، في هون بول، في هون distribution. فبدنا طبعا نحلل الشكل اللي عندنا، فرح نحكي التالي. رح نحكي بداية ال A هاي راح ينتج عنها اكزامبل 7-9 صفحة 374. free body diagram راح يكون في عنا هون AX AY بهذا الشكل. هون على بعد الأربع متر راح يكون في عنا بي واي للأعلى. هون طبعا في عندي distribution constant 4، قيمته راح تكون 4 في 2 الفورس تاعته اللي هي 8، وتأثر في المنتصف يعني في هذا المكان 8 كيلو نيوتن، حيث المسافة اللي هون هي 1 متر، هاي طبعا 4 متر، هاي كلها 2 متر بهذا الشكل. تمام، هاي الفري بدي دايجرام. الآن الخطوة اللي بعديها واضح لما نطبق سيجما اف اكس انه اي اكس بتساوي 0. اذا سميشن اف اكس تساوي 0 معناها انه اي اكس بتساوي 0. طيب سميشن اف واي بتساوي 0 معناها اللي فوق اي واي زائد البي واي بيساوي لتحت اللي هي 8. اذا اي واي زائد بي واي مع بعض قيمتهم بتساوي 8، فبنروح على سيجما ام عند ال A بتساوي 0 هون نقطة A. فمنلاحظ انه AX و AY المومنت تاعهم 0، فصفى عند ال 8 وال B هم اللي بيسووا مومنت. ال B بتعمل مومنت عكس اقارب الساعة، وال 8 مع نيجاتيف مع اقارب الساعة. هتكون اذا BY مسافتها اللي هي 4 ناقص 8 مسافتها اللي هي 5 كله بيساوي 0. لو اختصرنا 2 مع 4 راح يضل هون 2، اذا بي واي راح تساوي 10 كيلو نيوتن. طيب نعوض مكان بي واي ب 10 نقولها اذا اي واي راح تساوي 8 ناقص 10 هي سالب 2 كيلو نيوتن. اذا فعليا الاي واي اتجاهها للاسفل قيمتها بتساوي 2، اذا اي واي فعليا لاسفل قيمتها بتساوي 2. تمام، اذا اي واي طلعت لتحت والبي واي فعليا زي ما افترضناها نحو الاعلى. تمام، هيك بنكون اوجدنا الاي واي والبي واي، اوجدنا الانون فورسز كلياتهم. الان ببدا بالرسم، فباجي بطلع على الشكل الاصلي اللي هون. لاحظوا انه من عند اي لعند بي ما في عندي لود، ما في لود، فاللود بيساوي صفر. وبالتالي كيف بدنا نحللها؟ زي ما عملنا قبل شوي نرسم رسمه توضيحيه. أنا عندي هون لغاية النقطة B اللي هي 4، هون 0، هون اللي هي 6 راح تكون، لأنه هاي 2 متر كانت 2 متر، هون 4 متر. فبنحكي هون الـ W تساوي 0، هون الـ W بتساوي قيمتها 4 بس المسافة اللي هي 2 طبعا كونستنت، هون طبعا 0. الآن مرة ثانية نحكي انه ال W في هاي المنطقة، ال W هي نفسها ال V slope اللي هي بتساوي صفر. ايش معنى هالكلام؟ معناها انه السلوب قيمته صفر، اذا هذا خط افقي،
معناها انه الفي از كونستانت، الفي از كونستانت. طيب كم حتكون قيمه الفي؟ قيمه الفي حتبدا من القيمه اللي اصلا الفورس موجوده فيها على الطرف اللي هي واي، هي هون قيمتها سالب 2، يعني الفي حتكون بتساوي 2، تبدا من 2 نحو الاسفل بهذا الشكل. اذا قيمتها راح تكون سالب 2 وبتبدا بعدين تتغير بعد ما توصل لعند الأربعة، بصير في اختلاف. إذا في هاي المنطقة الفي كونستنت وقيمتها هي سالب 2، نفس الفورس اللي بدأت فيها اللي أثرت على الطرف، هتكون هون الفي اس كونستنت سالب 2 في أي مكان. الآن نيجي للمنطقة الثانية، الدبليو نفسها اللي هي في سلوب هو عبارة عن اتجاهه لوين؟ نتفرج على القوة، اتجاهها نحو الأسفل. الآن كاتجاهات بهمني أعرفها عشان أشوف الفي، فهي ناقص 4. إذا هي قيمة ثابتة لكنها نيجاتيف سالب 4، هذا السلوب. أنا إذا عندي سلوب نيجاتيف، إذا خط نازل نزول بمقدار 4 في كل متر، إذا راح يكون الدلتا عبارة عن 8، واضح. فعشان نعرف كم مقدار التغير اللي صار، إذا هون راح يكون عندي الفي رسمتها لينير والسلوب هيك راح يكون نازل نزول، وسلوب قيمته هي 4 السالب. الآن دلتا في هي الأريا تحت رسمة الدبليو، هي الأريا، فالأريا بتساوي هون عبارة عن 4 ضرب 2، إذا 4 طبعا ناقص 4 راح يطلع الجواب سالب 8، هاي هي الدلتا في. الآن بنمثلها بيانية، فبنحكي هون الـ V، هون الـ X، هون الأربعة، وهون الستة بهذا الشكل، هون الصفر طبعا. في أول مرحلة كانت الـ V is constant وبتساوي سالب 2، لغاية الأربعة، لغاية هون. بعد هيك صار في عندي اقتران لينير، بنزل نزول، والميل تاعه هو سالب 4، والدلتا الفرق هو سالب 8، إذا بتوقع يوصل لوين؟ من سالب 2 راح يوصل، لما أضيف له سالب 8 يصير سالب 10، إذا راح يكون هيك شكل الخط. الرقم اللي هون هو سالب 10 بهذا الشكل. تمام. الآن هذا الكلام اللي احنا عملناه خطأ. طب ليش خطأ؟ لأنه يا شباب الفكرة إنه اتفقنا إذا كان في عندي فورس بتأثر على البيم غير اللود، بده يصير في عندي دلتا في، بده يصير في عندي جمب في الفي، مش هيك اتفقنا؟ اتفقنا إذا كان في عندي فورس بتأثر، أنا بدي أورجيكم لما الطالب ما ينتبه للفورس شو بصير فيه. لما يكون في عندي فورس راح يصير في عندي جمب في رسمة الفي نفسها زي ما تعلمنا هون. طب لاحظوا إنه في الشكل اللي عندنا هون في عندي أنا فورس بتأثر اللي هي البي واي اللي طلعت قيمتها بتساوي 10. إذن شو أنا بستنتج؟ بستنتج انه البي واي هاي راح تعمل جامب في الدلتا في، في الفي نفسها على شكل دلتا في، وهي الجامب راح تساوي قيمتها راح تكون للاعلى 10 بوزيتيف، ولذلك الرسمه هاي راح تكون خطا، والرسمه الصحيحه هي الرسمه التاليه، هيك لازم ارسمها. في هون سالب 2، لعند الأربعة. الآن هون عند الأربعة صار في عندنا فورس، فالفورس بتعمل جمب في رسمة الفي مقدارها 10، إذا رح يصير في جمب بوزيتيف 10 موجب 10، هذا الجمب لوين رح يكون؟ من سالب 2 لعند الموجب 8 لغاية هون، الفرق بينهم هو 10. الآن هاي النقطة اللي هون بتكون الدلتا في اللي هي جاية من اللود هي سالب 8، فراح ينزل من 8 بمقدار سالب 8 لوين راح يوصل مرة أخرى؟ راح يوصل لعند الصفر لما ينزل 8، عند الستة هون راح ينزل بمقدار 8، من عند 8 راح يوصل لعند الصفر بهذا الشكل. فهيك صارت رسمة
الفي، صار في جمب هون. شو سبب الجمب؟ سبب الجمب هو وجود فورس بتأثر، فالفورس بتعمل دلتا في اللي هي نفسها مين؟ هي نفسها اف اللي هي نفسها بي واي. تمام. بعد ما نعمل هذا الجمب بسبب الفورس بيجي الدلتا في الناتج عن اللود، فبطبقه على الرسم البياني. ممتاز. طيب خلينا نشوف هسه مين، خلينا نشوف هسه الام، رسمه الام المومنت دايجرام. الان بالنسبه للفي طلعوا رسمه الفي، من رسمه الفي بنوصل على رسمه الام. خلينا نحللها هون، من صفر، من x بتساوي 0 ل 4. الوضع اللي عندنا هون انه ال v is constant، v بتساوي negative constant. هذا ال negative constant هو نفسه السلوب لرسمة ال m، هو نفسه m slope. اذا لما ارسم الرسم الان في الفترة الاولى من 0 ل 4 السلوب رح يكون constant، يعني في عندي سلوب موجود، ولانه نيجاتيف كونستنت راح يكون نازل نزول. اذا في الفتره من 0 ل 4 راح يكون الخط نازل نزول. تمام. هل راح يكون في عندنا في الشكل في رسمه الام هل راح يكون في جمب؟ الجواب لا، لانه ما في عندنا مومنت موجود في المنطقه في يعني في غير الاطراف، اذا ما في عندنا جمب. اذا هاي اول فتره صارت واضحه، والسلوب قيمته اللي هي قيمه الفي اللي هي نفسها بتساوي سالب 2. اذا ام سلوب راح تساوي سالب 2. طيب ايش هي قيمه الام في البدايه؟ في البدايه راح تكون قيمتها بتساوي صفر، لانه لاحظوا انه عند النقطه A اول ما بلشنا ما في ام نبدا منها، فالام بتساوي زيرو، بعدين بتصير تتغير. اوكي، اذا الام راح تكون لينير في هاي الفتره، والسلوب بتاعها هو سالب 2. طيب كم حتكون دلتا ام؟ تبدا من صفر الام، اذا ام انيشال بتساوي زيرو. كم في النهايه راح تكون الدلتا ام؟ طبعا الدلتا ام واضح، ما دام ناقص 2 المسافه هي 4 ناقص 8 او هي نفسها الاريا. ف 4 ضرب سالب 2 راح تطلع سالب 8. اذا لما نمثل الام راح تكون بهذا الشكل. هون الأربعة، هون الصفر، هون الستة. فالبداية الام هي من عند الصفر، من هون خط مستقيم لأن السلوب is constant، خط مستقيم. والنهاية حتكون الفرق بين البداية والنهاية هي سالب 8، راح تكون بهذا الشكل. الرقم اللي هون هو سالب 8. تمام. الآن بعد هيك شو راح يصير بعد الأربعة؟ من 4 للستة نحكي الآن، من 4 للستة الـ V قيمته بوزيتيف زي ما أنتم شايفين، بوزيتيف موجب. 8 أقل حد ما صار صفر، إذا الـ P الـ V نفسها هو بوزيتيف، لكن هذا الرقم البوزيتيف قاعد بتناقص، بوزيتيف ديكريزنج قاعد بتناقص، اللي هو نفسه مين؟ M سلوب. إذا الميل راح يكون الآن ديكريزد، يعني قاعد بتناقص، وبالتالي هو ليس خط مستقيم. الميل ميلان الخط لو كان ثابت بيكون خط مستقيم. إذا هو بوزيتيف، يعني خط طالع طلوع، إذا الميل طالع طلوع لكنه ايش؟ قاعد بتناقص، يعني هيك بعدين بصير أقل، بعدين بصير أقل، يعني بيقترب من الخط المستقيم قاعد. وبالتالي بتوقع هيك يكون شكل العلاقة. طبعا كم مقدار الدلتا في؟ السلوب عرفنا قيمته. إذا ام سلوب راح تكون القيمة اللي هون، لا طبعا لأنها متغيرة بتتغير، ديكريزنج قاعدة بتقل، فهي من الثمانية لعند الصفر. طيب كم حتكون قيمة الدلتا ام؟ هذا اللي بيهمني، هي بلشت من السالب 8، لوين راح توصل؟ الدلتا ام هي نفس الاريا، الاريا في رسمة ال V، هي رسمة ال V اللي هي نص القاعدة اللي هي من 4 على 6 اللي هي 2 في الارتفاع اللي هي 8، فبطلع الجواب 8. إذا راح يصير في جمب من السالب 8 بمقدار 8، يعني لوين راح توصل؟ راح توصل للصفر.
اذا بيكون والميل بيكون قوي بدنا نصير تناقص تدريجيا بيكون بهذا الشكل. شوف الميل هاي قوي، اخف 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 في الميل في كل مره، وفعلا من سعر 8 وصلنا عند الصفر. اذا هاي هي رسمه الام المومنت مع الاكس. اوكي لاحظوا انه هذا اسهل من الدرس السابق اللي كان فيه عندنا كلها equations ومعادلات وتجزئة أو sections وهكذا. نشوف الآن example اللي بعده. المثال بحكي لنا the shaft in figure 17A، هذا هو الشافت. is supported by a thrust bearing at A، في هون thrust bearing and a journal bearing. thrust bearing اللي بيثبته بيخلوهش يتحرك بهذا الشكل، يعني ما راح يكون في عنا راح يكون في هون force بتأثر باتجاه X. and a journal bearing at B، اذا راح يتحرك على البي براحته، اذا ما في هون X force باتجاه X، ما في force حتكون باتجاه X بس هون. draw the shear and moment diagrams. تمام، سؤال عادي بس معطيني load. load واضح انه linear مش زي الاكزامبلز السابقه كان صفر ولينير، هون load كله linear. فبنحكي في هاي الحاله هون انه رسم ال free body diagram هو اول خطوه في حل السؤال. طبعا مشكلة البيرنج انه بيعمل مومنت هون وهون، لكن انتبهوا شباب انه المومنت اللي راح يصير عند النقطة A راح يكون مومنت، طبعا هذا مش سكوير هذا دائري، اللي هو بيقدر يلف بهذا الشكل الشافت ما في مشكلة، فما راح يكون في مومنت بهذا الاتجاه، ما راح يكون فيه المومنت اللي راح يكون عندنا للداخل وللأعلى، للداخل وللأعلى. وواضح انه هذا المومنت ما في اشي بيقابله، وبالتالي لما نطبق سيجما الام باتجاه الداخل راح يطلع المومنت بيساوي زيرو، ولما نطبقه المومنت لنحو الأعلى راح يطلع الجواب بيساوي زيرو. فالوحيد اللي راح يعيش عنا هو المومنت اللي راح يكون بهذا الاتجاه، ايضا ما في عنا اشي بيقابله راح يكون بيساوي زيرو. الخلاصة الكلام انه راح يطلع التوتال مومنت، المومنت الموجود هون من الشافتس نفسها من البيرنج اللي بتأثر على هذا الشافت بتساوي زيرو. فالفورسز اللي راح تصفي الموجودة عندنا الوحيدة هي اللي جاية من السبورتس على شكل فورسز مش على شكل مومنتس، لأن المومنتس مرة ثانية اتجاهاتها بال3D، يعني راح تكون باتجاه النيجاتيف زي اكسس لجوا مثلا أو لبرا، وهاي ما في إشي بيعاكسها، فراح تصفي هي لحالها المؤثرة وسيجما ام تساوي زيرو. تمام، فبطلع عندي انه هذا المومنت بيساوي زيرو، بينما اللي راح تضلها موجودة هي فقط اللي بيكون اتجاهها باتجاه الزي اكسس، اللي باتجاه الاكس والواي راح يروحوا، فاللي بتعيش هي بس باتجاه الزي اكسس، لانه راح يكون في مومنت بيقابلها من الفورسز الاخرى الموجودة. خلينا نرسم الفري بودي دايجرام ونشوف شو بيطلع معنا. إذا هذا هو الشكل اللي عندنا. في هون سبورت اللي هي AX، في هون سبورت اللي هي هاي AY، هون AX، وفي هون سبورت راح تكون الBY بس، لانه هذا جيرنال بيقدر يتحرك براحته، فما في فورس ما في سبورت بيعملها حتى يمنعه من الحركه او يعيقه. فواضح لما نطبق انه سميشن اف اكس بتساوي زيرو راح تكون اي اكس بتساوي زيرو راح تروح. الان في عندي اللود الموجود هون في الشكل، فالقيمه هي 120، فراح يكون مقدار اللود هو الفورس الناتج عن هذا اللود density هي أو شو تأثيره راح يكون 2/3 من جهة الطرف الضيق، 12 × 2 على 3 بطلع الجواب 8. إذا هون 8 راح يكون نقطة تأثير اللود، الفورس اللي جاي من اللود انتنسيتي، والقيمة حتكون نص القاعدة في الارتفاع، نص ضرب 12 × 12 نص 144 اللي هي 720 باوند بير فيت.
تمام. إذا هاي هي الفورس اللي عندي، في هون تو فورسز، هاي راحت طلعت بتساوي صفر. الآن لو طبقنا سيجما ام تساوي زيرو عند النقطة A، فراح نحصل على هاي، طبعا راحت هاي الام اللي بتساوي زيرو، إذا راح يكون عندي 720 نيجاتيف لأنها مع عقارب الساعة ضرب 8 زائد البي واي مضروبة في 12 كاملة، هون 12 هون صفر على اعتبار وزعنا الصفر ل 12 ضرب 12 كله بيساوي صفر. طبعا على 12 وعلى 12 هاي فيها 60، فلما نقلها بصير بوزيتيف، إذا بي واي راح تساوي 480 باوند. تمام، إذا بي واي انعرفت تساوي 480 باوند. الآن نفس الطريقة نحسب من سميشن اف واي بتساوي زيرو قيمة الاي واي كم راح تساوي. فالقوة اللي فوق اللي هي اي واي زائد القوة اللي فوق اللي هي 480 بيساوي اللي تحت اللي هي 720. إذا اي واي راح تساوي 480 طرحها من 720 راح يطلع 240 240 باوند. هيك بنكون خلصنا المرحلة الأولى من الحل، أوجدنا كل السبورتس اللي عندي. تمام، نيجي الآن للمنطقة للمرحلة الثانية من الحل اللي هو واضح اللود اللي عندي هون بيبدأ من البداية حتى النهاية من 0 لل 12، فاللود موجود. إذا شو بنحكي هون؟ بنحكي إنه من 0 لل 12 كامل W هو positive و increasing قاعد بزيد، عفوا negative. ليش negative؟ لأنه واضح اتجاهه نحو الأسفل زي ما احنا شايفين هون، فنحو الأسفل بيكون negative، وطبعا قاعد ايش؟ قاعد بزيد increasing. وزي ما تعلمنا W بتوديني على ال V، هذا قيمة ال W اللي هي negative increasing هي نفسها ال V سلوب. اذا الفي سلوب راح يكون انكريزنج قاعد بزيد بس نيجاتيف، نيجاتيف يعني قاعد بنزل نزول قيمته بتزيد، يعني بيكون مثلا هيك بصير حد اكثر نازل، يعني قيمته بتزيد يعني بيقترب من زاويه 90 بده يصير عمودي الخط تاع الفي، وبالتالي عندي خط منحني انحناء راح يكون في هاي الحاله بهذا الشكل زي ما احنا شايفين. الان انتبهوا انه في عندنا بي واي قيمتها 480 هون، والقيمة تاعت البي واي هي بوزيتيف. الاي واي اتجاهها لأعلى هون قيمتها 240 بوزيتيف. هل معنى الكلام هذا انه قيمة الشير راح يكون بوزيتيف في الطرفين؟ الجواب لا. لاحظوا انه الفرق بين الاي واي والبي واي، الفرق بينهم اللي جاي من اللود اللي هون، لانه لاحظوا انه في النقطة A بدأت قيمة اللود اللود بتساوي زيرو، الفورس لها قيمة 240 بس اللود بيساوي زيرو لتحت اللي هي هاي، فظلت قيمته تزيد باتجاه الاسفل لحد ما بالاخير وصل ل 480. اذا شو انا بستنتج؟ بستنتج كأنه في عندي بوزيتيف 240 زدنا لها نيجاتيف 720 فنتج عنها ناقص 480، ولهذا فالشير في هاي الحالة هون في هاي المسألة كيف راح يكون؟ في راح تكون تبدأ قيمته من 240 بوزيتيف، لكن راح تنتهي قيمته لأنه في عندي ناقص 720 هون، في عندي إيش؟ في عندي نقصان. إحنا بنعرف إنه ال V إيش بتساوي؟ بتساوي دلتا V بتساوي الأريا في رسمة ال W. طب تعالوا نحسبها. الأريا اللي هي عبارة عن نص في القاعدة اللي هي 100 اللي هي 12 في الارتفاع اللي هو 120 اللي هي عبارة عن ناقص 720 لأنه هاي ناقص 120، وبالتالي الدلتا في لازم يصير فيها تغير بمقدار 720. شباب هاي هي الدلتا في. طب الفي 1 كم بتساوي؟ بتساوي 240. طيب إذا الدلتا في اللي هي الفي 2 الفاينل ناقص الفي 1 بيساوي سالب 720، والفي 1 240 هون لما نقولها رح تصير ايش؟
راح يصير بوزيتيف. إذا ال V2 راح تكون في النهاية هي ناقص 480. أنا هذا اللي بدي إياكم تعرفوه. الفورس بي واي هي موجب 480، لكن أنا في عندي هون لود بغير قيم الشير اللي جوا البيم نفسها. إذا في عندي في بوزيتيف بلش وفي عندي في نيجاتيف في النهاية. إذا في عندي اختلاف في قيم الفي، وبالتالي لما يكون في عندي في بوزيتيف في نيجاتيف لازم أعرف متى هاي الفي أصبحت قيمتها بتساوي صفر، متى أصبحت قيمة الفي بتساوي صفر. طيب عشان نعرف متى الفي بتساوي صفر نعمل المثلث الموجود هون، اتناش هون قيمة 120. طيب القيمة اللي أصبحت قيمة الفي، قيمة إكس اللي أصبحت قيمة الفي عندها بتساوي صفر مجهولة، اللي أنا بدي إياها مثلا هون نعتبرها 12، طبعا هي هاي كاملة 120 هي هاي كاملة، نعتبرها هون هاي المسافة نسميها إكس اللي أصبحت قيمة الفي عندها بتساوي زيرو، اللي هي هذا البيم كله الشافت في نقطة معينة هون أصبحت قيمة الفي بتساوي زيرو لأنه انتقلت من موجب لسالب، فوين هي؟ نفرضها عند هذا الارتفاع اللي هون، نسمي هذا الارتفاع مثلا W. فالقيمة V بتساوي صفر لو عملنا الآن نسبة وتناسب راح نحصل على 120 على 12 بتساوي W على X بهذا الشكل. يعني W على إكس راح تكون عبارة عن 10. وبالتالي لو كانت هاي المسافة اللي هون هي إكس لارتفاع، قيمة دبليو شو راح تكون؟ راح تكون 10 إكس لارتفاع. طيب الآن تعالوا ناخذ هذا المثلث لوحده اللي الطول تاعه هو إكس وارتفاعه هو 10 إكس، ونحسب قيمة الشير عنده كم بتساوي. يعني كأني أنا إيش بدي أعمل؟ بدي أخذ هون هي النقطة A الموجودة عندنا اللي هي AY بتساوي 240، وبدي أعتبر هون هذا هو اللود اللي عندي. ف يعني كأني أخذت سكشن، طبقت الميثود اوف سكشن عشان أطلع قيمة الإكس كم بتساوي. فعند الثلثين إكس هون رح يكون التأثير هيك، هون هاي المسافة اللي هي ثلثين اللي هي ثلث إكس، هون راح تكون ثلثين الإكس، هون الإف راح تكون بهذا الشكل صح. فبنحكي الآن summation، طبعا ال W هاي ال AY تجاهها نحو الأعلى، فمجموع FY بتساوي زيرو. إذا أنا عندي 240 نحو الأعلى وعندي قوة نحو الأسفل، هاي القوة هي نص في القاعدة اللي هي إكس كاملة المثلث في الارتفاع اللي هو 10x. مش هيك احنا بناخذ الفورسز، الاف هي المساحه نص القاعده في الارتفاع، فبيطلع الجواب هو بساوي صفر هون طبعا. ف 240 تساوي نص العشرة اللي هي 5x تربيع. اذا x بتساوي 240 تقسيم 5 اللي هي 48 إكس تربيع. إذن إكس بتساوي جذر 48 اللي هي بتطلع 6.93 متر أو فيت هون، هاي قيمة إكس. إذن هاي الإكس اللي بالضبط بتكون عندها قيمة الفي تساوي زيرو. مرة ثانية شو اللي عملناه؟ افترضنا انه راح يكون في قيمه للفي بتساوي زيرو لانه في عندي انتقال بين بوزيتيف فاليو ونيجاتيف فاليو، ففي عندي نقطه بتساوي صفر، اخذت الميثود اوف سكشن اعتبرت انه هون راح تكون قيمه الفي بتساوي صفر، سمينا المسافه هاي اكس، مثل ففي عندي مثل ما في عندي هون 120 على 12 نسبه وتناسب 10 بدها تكون كمان الدبليو على الاكس بتساوي 10 مثلها، فاذا راح تكون الدبليو هي 10 اكس، حتى يطلع 10 اكس على اكس يعطيني 10. W واضح بتساوي 10 ضرب X. فالآن صار في عندي لود لغاية X بحيث أنه
هون النقطة اللي هون اللي هي عند الإكس بتكون قيمة الفي بتساوي زيرو في هذا المكان، ما في عندي في، فحددنا الفورس كم بتساوي اللي هي عبارة عن المساحة، وطبقنا سيجما اف واي بتساوي زيرو، أوجدنا قيمة إكس كم قيمتها اللي عندها بتكون قيمة الفي بتساوي زيرو. الآن صارت الأمور واضحة، بقدر أرسم الفي بهذا الشكل. هون طبعا الثمانية، هون الاثناش، وهون 6.93. أنا بتكلم عن رسمة ال V. فقيمة ال V بدايتها اللي هي الفورس، أول فورس أثرت على البيم اللي هي 240، تبدأ من موجب 240 وانتهت آخر قيمة لها ال V2 اللي هي ناقص 480. نجي على هذا شوي، هون حتكون تقريبا، ومرورا بالصفر. ولاحظوا هون شو اوجدنا، اوجدنا انه السلوب تاع الفي قيمته نيجاتيف، اذا هو نازل نزول زي هيك، وانكريزنج قاعد بزيد، اذا هيك حيكون شكله بهذا الشكل، بده ينتهي هون طبعا، هاي آخر قيمة راح يوصلها، وبيبدأ من هون بيمر في هاي النقطة وبنحني بهذا الشكل انحناءه. ثيران تربيعي بهذا الشكل، هيك شكله. هون ناقص 480، هون 6.93، وهكذا. إذا هاي هي رسمة ال V. طيب نيجي هسه على مين؟ على رسمة ال M. رسمة ال M راح تكون ما دام ال V أصلا اقتران منحني تربيعي، حتكون رسمة ال M اقتران تكعيبي كأنها تكاملها. فبنحكي في المرحلة من صفر لعند 6.93 قيمة ال V بوزيتيف، واضح قيمة ال V بوزيتيف، لكنها decreasing قاعدة بتقل. إذا ال M slope هو راح يكون بوزيتيف، يعني طالع طلوع، لكن قيمته قاعدة بتقل، يعني هو هيك طالع طالع بس بقل بقل، يعني كأنه اقتران هيك جاي بهذا الشكل. بينما من 6.93 لغاية ال 12 ال V فعليا هي قيمها سالبة. لاحظوا ال V هون هي سالب، رقم موجود هون، هون سالب، سالب 480 هي نيجاتيف، لكن قيمتها كانت تزداد، هون كانت صفر صارت تزيد بس بالسالب، إذا نيجاتيف وقاعدة بتزيد. هذا هو الام سلوب، يعني نيجاتيف هو نازل نزول بس بزيد، يعني هو هيك نازل بس بنزل أكثر أكثر، في اقتران هيك شكله راح يكون. إذا هيك راح يكون طالع في أول مرحلة، بعدين راح يكون نازل بهذا الشكل. تمام. فالآن لو رسمنا رسمة الـ M، طبعاً لاحظوا إنه المومنت في البداية قيمته زيرو، قيمته هي صفر، وبعدين هاي القيمة راح إيش يصير لها؟ راح تزيد. بعدين إيش راح يصير فيه؟ راح يرجع يقل، الستوب راح يكون نازل نزول، راح يقل مرة ثانية. هاي M، هون عندنا X، هون 6.93، هون 12 بهذا الشكل. اقتران طبعا اقتران تكعيبي. الآن علشان نعرف قيمة الـ M كم بتساوي، طبعا في البداية الـ M بتساوي زيرو، عشان نعرف مدى هو طالع بعدين نازل، إذا أنا في عندي بيك بده يكون في عندي قمة، يعني في عندي M ماكس أعلى قيمة بوصلها. فعشان نقدر نحسبها اللي هي راح تكون طبعا عند 6.93،
والسبب هو انه عند هاي القيمة ل اكس قيمة ال v بتساوي زيرو، واحنا بنعرف انه اذا المشتقة كانت صفر انا بحصل على extreme value، قيمة قصوى. واضح في حالة الام انه انا عندي تقاعر للاسفل رح تكون القيمة عظمى اعلى ما يمكن. عشان نعرف قيمة الام اعلى ما يمكن كم رح تكون، نيجي لهذا الشكل. طبعا احنا اتفقنا انه رح يكون في عندي v بهذا الشكل والام راح تكون بهذا الشكل، بس الفي طبعا تساوي زيرو عند قيمة الاكس اللي احنا اوجدناها 6.93. لو عدنا رسمتها بس من باب التوضيح، في عندي هون واي اللي هي 240، في عندي هون الفي طبعا صفر، في عندنا ام راح تكون بهذا الاتجاه، وراح يكون في عندنا اف بتأثر في هذا المكان، واف نفسها قيمتها هي نص في القاعدة اللي هي x في الارتفاع اللي هو 10x، ومكان تأثيرها هو ثلث x من هون أو ثلثين x من هون، قيمة ال x كاملة. تمام، فلو حسبنا الآن المومنت شو راح يساوي، راح نحكي إنه مجموع m راح يساوي زيرو. حتى نحسب الام هاي كم بتساوي، اللي هي الماكسيمم m راح تكون، فأعلى قيمة للm عند القيمة اللي هون. ليش احنا اخترنا هاي الام بالذات؟ اللي هي عند الاكس بتساوي 6.93، الفي بتساوي 0 والام بتكون ماكس، سيجما ام بتساوي 0. الان انا في عندي هون 240، بتعمل حول النقطة، انا وين بدي اختار حساب المومنت؟ بدي اختاره عند هذا المكان هون. فراح يكون عندي 240 بتلف الجسم مع قارب الساعة نيجاتيف، ضرب المسافة اللي هي x كاملة. الآن في عندي هاي الفورس اللي هون، الفورس اللي هون بتلف الجسم عكس أقارب الساعة راح تكون positive، اللي هي ثلث في x في 10x في المسافة اللي هي ثلث x طبعا، والام اللي هي عكس أقارب الساعة اللي هي positive زائد m، كل هذا بيساوي زيرو. طبعا راح نعوض مكان x بستة 0.93 فيت، فرح نحصل على قيمة M بتساوي لما نحسبها 1109 فيت طبعا دوت باوند أو باوند دوت فيت. أوكي، هاي هي قيمة الام. الآن صارت الأمور جاهزة، بقدر الآن أحكي إنه من الصفر لغاية 6.93 هيك شكلها. هون وصلنا للإكستريم فاليو اللي هي 1109، بعدها بصير تتناقص لحد ما ترجع صفر مرة أخرى عند 12. تمام، إذا هذا هو حل إكزامبل 3. يعطيكم العافية.